مساكم الله بالخير، وأجمل تحية وأرق سلام لك عزيزي المشاهد. يسعدني أن ألتقي بك في هذه الحلقة المميزة والتي ستجمعني مع الفنانة خفيفة الظل هدى حسين. أول اتصال على البرنامج كان يقول سلام عليك. ولكن ترى ما هي ردة الفعل لدى هدى؟ مواقف صعبة واجهتها الفنانة هدى حسين. عفوا بس خليني أرد على كلامك اللي قلته لي. ولكنها لم تتنرفز، بل كان انطباعها كالتالي: الدهشة، يا أخ مرتضى في سؤال، احمرار الوجه، ثم الضحك. مشاهدينا ابقوا معنا ولا تتحركوا من أمام الشاشة، وتابعوا معنا هذه الحلقة لأني متأكد أنها بمشيئة الله راح تعجبكم. أيها الأحبة، ضيفتنا أو نجمنا لهذه الحلقة لمعت في سماء الفن منذ بداية السبعينات، وبالتحديد في مسلسل حبابة، وإلى أبي وأمي مع التحية. وعلى صعيد المسرح كانت انطلاقتها مع مسرحية ليلى والذئب وسندريلا، فهي واحدة من أبرز اللواتي قدمنا فنا راقيا للطفل الخليجي، لأنها بدون أدنى شك رائدة في هذا المجال، الأمر الذي جعلها نالت شهرة واسعة نظرا لتميزها في الأعمال الغنائية للطفل وبعض المسلسلات الاجتماعية. أما مشاركتها المسرحية الأولى فكانت عبر مثل ما ذكرناكم قبل شوي مسرحية سندريلا ونورة، وفيما بعد توالت أعمالها وقدمت أعمال عديدة، منها من أجل حفن التنانير، حمد وسارة، وتكاثر حضورها المسرحي والإذاعي والتلفزيوني والغنائي، مما جعلها بالفعل تتربع على عرش النجومية طيلة فترة الثمانينات. ومن أصداء فترة الثمانينات نذكر لها مسرحية الواوي وبنات الشاوي والبنات والساحر، وكذلك مسرحية سندريلا وأيضا العصابة. وبعد فترة غياب عادت وقدمت مسرحية الأطفال أليس في بلاد العجائب وبروس الثلاثة، والمسلسل الذي عرض في شهر رمضان الماضي من يقتل الأحلام، ولها برنامج يومي يقدم للأطفال في الإذاعة يسمى أجمل تحية. هي الفنانة هدى حسين. تذكرين هذا أي عمل هدى؟ سندريلا. هذا سندريلا. ما شاء الله. نفس ونفس التألق. الله يخليك، تسلم. عمل حلو كان، جميل كان. عمل حلو. إذن كما شاهدتم أعزائي المشاهدين، ضيفتنا ونجمتنا هدى حسين، وحياك الله يا هدى. أهلا فيك محسن، وشكرا لكم على دعوتي لهذا البرنامج، وسعيدة بتواجدي معاكم، وأتمنى أن احنا نكون خفيفين إن شاء الله على جمهورنا الكريم بإذن الله. هدى، نبي ندخل مباشرة في أسئلتنا حتى نستثمر هذا الوقت، وخصوصا أن السادة المشاهدين عودونا دائما على الاتصالات والكم الهائل. نعم. منذ أن يعلموا من هو الضيف، ولذلك ضيفتنا بالتأكيد راح يكون لها اتصالات كثيرة. هدى، شلون كانت أصداء منذ السبعينات؟ قلنا ما شاء الله، شلون أصداء الشارع لهدى حسين بعد أن ظهرت في حبابة؟ في الحقيقة هو كان أول عمل تلفزيوني لحبابة، كان مع الأستاذ الله يرحمه حمدي فريد، ومع الفنانة القديرة الكبيرة مريم الغضبان. والحقيقة هو أتى هذا العمل عندما كنت أعمل مع ماما أنيسة في برنامجها الإذاعي المشهور الله يعطيها الصحة والعافية، وهي ما زالت يعني إلى الآن بهذا العطاء الدائم والجميل والحلو كلنا نتابعها. كنت أعمل في عمل إذاعي ماما أنيسة، بعدين أستاذ حمدي فريد شافني شوية
شيطانة ونزقة وما أعرف ليش لهلوبة لهلوبة على قولتهم. فقال في عندنا عمل حبابة 30 حلقة يطلب بنت تكون يعني هم لهلوبة وشيطانة. فكانت معي بنت ثانية أخرى وكانت البطلة مريم الغضبان. هذا العمل طبعا جمع نجوم الكويت أمثال الفنان محمد المنصور، غانم الصالح، حيفاء عادل، أحمد الضرمان، إبراهيم الحربي، وكانوا فيه أيضا ممثلين من لأنه كان يسرد حكايات بالضبط. وكانت طبعا الله يعطيها الصحة والعافية أبلة مريم الغضبان. فالحقيقة يعني كان عمل متميز وأنا كنت طفلة صغيرة فكان دوري وحدة شيطانة، فكنت أؤدي هذا الدور بتلقائية وبعفوية جميلة وحلوة، فكان صدى جدا جميل. بعدها توالت يعني بعد العمل هذا توالت الأعمال التلفزيونية والمسرحية. فأتت السندباد البحري، أيضا كنت طفلة صغيرة، كنت مع الأطفال الصغار وكانوا أنا ذاك النجوم وما زالوا إلى الآن، الأستاذ عبد الرحمن العقل الله يرحمه، محمد سريع، ماجد سلطان، خالد العبيد. فكنت أيضا طفلة مع الأطفال أرقص، وهم كانوا أساتذة نجوم يعني في ذاك الوقت وما زالوا إلى الآن طبعا. بعد أثناء السندباد البحري كانت في عندي أيضا مسرحية للكبار، كانت مسرحية نورة أخرج الأستاذ فؤاد الشرطي، وكانت متزامنة مع السندباد البحري الأطفال. كنت أخلص المسرحية هذه وأروح أركض حق مسرحية نورة الكبار، كان عرضها في مسرح كيفان. بمناسبة ذكر حبابة، ذبح بطة، ذبح بقة، ذبح بقة، ذبح بقة حارتها تذكر حلوة هذه بطة ذبح بقة ذبح بقة أو بطة أنا ما ذبح بقة وترى السابة تجدور وخلى اللحوم والشحوم على الصواني تدور لأن وياكم خير اللفان ولفاكم وشر تعدانا وتعداكم، زور ابن الزرزور اللي ذبح بقة وترى السابة تجدور وخلى اللحوم والشحوم. هدى طبعا بلا شك وراء كل فنان شخصية أو مثل أعلى يحتذي به، وهذه الشخصية بلا شك توجهه وأخذت بيده إلى الأمام، فمن نعم. هذه الشخصية في حياتك؟ الحقيقة كانت في بداياتي يعني خليني أتكلم من ناحية يعني سرية. جانب المسرح طبعا ما في شك أنه يعني أسرتي لعبت دور كبير في حياتي الفنية وحتى في حياتي العادية، من دعم ومن نصائح ومن إرشادات كانوا دائما يقدموا ليها وما زالوا إلى الآن. وكان طبعا الأستاذ فؤاد الشرطي أيضا له دور كبير في حياتي الفنية. ونوجه تحية لأبو سامع. الله يخليك تسلم. يعني أيضا كان له دور كبير في حياتي الفنية من خلال نصائحه وإرشاداته، يعني ولله الحمد لما وصلت إلى المكان اللي أنا عليه الآن، ولو أنه أنا أطمح للأكثر لكن الحمد لله يعني قانع بما أنا فيه. وكان يلعب دور كبير في حياتي، كان يحرص علي دائما في اختيار أعمالي المسرحية والتلفزيونية وحتى الإذاعية. كان يقول لي يعني لا تكثرين عشان الناس لا تملك يعني. فهذا الجانب الأستاذ فؤاد الشرطي. أيضا أسرتي لعبت دور فني، يعني كل أعمالي المسرحية اللي كانت لها صيت جميل وحلو كانت عبر شقيقتي الكبيرة المخرجة نجاة حسين، وكانت أيضا نصفي الآخر سحر حسين، وكنا نشكل تيم كلش حلو. وبعدين يعني نجاحاتنا كانت تقريبا مع الأسرة الفنية، والأسرة كانت فنية بلا شك. وأيضا ما ننسى دور الأخت سعاد، أكيد هي شقيقتي الكبرى. الله يعطيك العافية. وما شاء الله يعني أولى الاتصالات. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. ألو، السلام عليكم. ألو ألو ألو، يا أهلا وسهلا الأستاذ محسن لو سمحت. يا أهلا وسهلا، دخلت علينا في بغنية الفنان حكيم. لا والله ده أنا أصلا دي طبيعتي يعني أقول لحد السلام السلام عليك كده يعني. تفضل أستاذي، في سؤال؟ حبيت أسأل بس الفنانة هدى ليه مقلة بأعمالها في الفترة الأخيرة بعد من يقتل الأحلام؟ ما شفنا لهاش يعني مسلسلات أو أي شيء. منو أنا؟ أول شيء خلنا نأخذ، أنت ما شاء الله يعني دشيت علينا، نأخذ الاسم الكريم بالأول. محمد راشد. محمد، أنت تقصد إنه ما في أعمال بعد من يقتل الأحلام؟ هو من اللي عفوا بس من اللي قاعد يكلمني؟ محمد محمد. الأستاذ محمد. أيوة. يسأل على ما هي الأعمال اللي بعد من يقتل الأعمال؟ من يقتل الأعمال، من يقتل من يقتل الأحلام. شكرا أخ محمد.
بالفعل يعني حزام شاهدين بلا شك الأخ. لا أفشى حلوة منك ترد عليه. لا تلقائية احتراما لسؤاله والمشاهد. في أعمال بعد من يقتل الأحلام؟ اي لا هو كان آخر عمل. هو آخر عمل في بعد نعم. بعد أعمال معينة أو تحضير حاليا لأعمال؟ لا الحقيقة احنا يعني بعد من يقتل الأحلام لم يعرض علي عمل، وإن شاء الله لرمضان القادم حيكون. ناخذ فاصل أعزائي المشاهدين، ناخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. شلون تقول حكيم وشلون تقول محمد أشرف؟ شلون حكيم وشلون محمد أشرف؟ مطرب حكيم المطرب. ترد عليها على الهواء تقول له إيش؟ لا والشكر. لا والشكر. والله العظيم ناس. بعدين شلون يقول انت حكيم وشلون يقول لك انا محمد اشرف؟ المطرب حكيم الاغنيه قاعد اقولها المطرب الاغنيه اللي انت الحركه اللي انت دخلت فيها هو يعني فنان اسمه حكيم. انا صرت اسمع. يا جماعه بارك الله فيكم الله يرضى عليكم. لا لا فشل انت تقول شنو من يقتل الاعمال؟ الاعمال ما تقدر يقول شنو اخر الاعمال؟ قولوا لنا قبل ما نطلع الهواء شباب شويه قولوا لنا. هذا شلون حكمي كذي على لا تفضلت من الاعتذار. هذا منو؟ امين الحاج. امين الحاج ها؟ اي اي امين الحاج الله يعطيه الصحه. سبحان الله. شلون هذا ضحكنا؟ حياكم الله مشاهدينا مرة ثانية، وبلا شك يعني نكون سعداء بأن تكون الحلقة فيها أمور طبيعية وعلى الفطرة، ومشاهدينا الكرام عايشين معنا هاللحظات هذه. هدى عملك منذ صغرك مع نجوم عمالقة أمثال خالد النفيسي، حياة الفهد، أيضا كان هناك أسماء كثيرة، وقوفك مع الفنان عبد الكريم عبد القادر، يعني ماذا أضاف لهدى؟ الحقيقة يعني مثل هذول الأساتذة الكبار كانت طبعا محك لي منذ بداية دخولي في العمل الفني، أنه أنا أقف أمام هؤلاء العمالقة اللي هم ايش في ميكروفوني؟ إلا أنا أتغطى بال أوكي أنزين ف يعني وقوف أنتوا كذي تضيعون يعني وجودنا أمام العمالقة خالد النفيسي وحياة الفهد عبد الرحمن العقل كان حقيقة شيء رائع وجميل جدا، ومحك لنا أيضا في بداية طريقنا، يعني أنه اختبار لك أن تقف أنت أمام هؤلاء أصحاب الخبرة طبعا. لكن يعني اللي يميز عمل إلى أبي وأمي مع التحية أنه كان في مجموعة كبيرة، وهذه المجموعة كبيرة لما عملنا معها شعرنا بروح الأسرة داخل الاستوديو، الأستاذة حياة الفهد، الأستاذ خالد النفيسي، الأستاذ عبد الرحمن العقل، سيدة عواطف البدر كانت منتجة العمل، وجود الأستاذ منصور المنصور، حسين المنصور، سحر، بدر المسباح، كان وجودنا في الاستوديو فعلا نشعر نحن أسرة. أسرة نأتي منذ الصباح بمشاهدنا نؤديها، ما كنا نشعر أن احنا هذه ورقة وسكريبت ونحن يعني لازم نحفظ ونقرأ، لا كنا لما نقعد نراجع المشهد مع بعض بتلقائية عجيبة. كان الأستاذ خالد فعلا أبو، حياة الفهد فعلا كانت أم، فكانت هذه التلقائية الجميلة فيما بيننا، وكنا يعني أسرة واحدة حلوة، وكان معك جميل وإحنا مع بعض. كان في هدى في إرشادات مثلا من أم سوزان، في توجيه من خالد النفيسي. ما في شك طبعا هي كفنانة كبيرة حياة الفهد كانت أستاذة لنا، وخالد النفيسي أيضا كان أستاذ لنا، ولأجمل أن إحنا تعلمنا منهم التلقائية أثنينهم، فكانت حياة رائعة وخالد النفيسي رائع، أيضا الفنان عبد الرحمن العقل كان رائع، والملاحظات والتوجيهات اللي كانوا يعطونها هي كانت من القلب إلى القلب، وكلنا نأخذها ونتقبلها بصدر رحب وجميل. فكان العمل يعني أنتوا شفتوه على الشاشة وظهر وكأن إحنا أسرة وبجزئين يعني بالفعل. طيب ما دمنا في صدد الحديث عن الدراما والمسلسلات
هدى، هل تعتقدين بأن الدراما الكويتية تعكس هموم المجتمع الكويتي، تؤدي رسالتها على الوجه الأكمل؟ طبعا يعني أعمالنا الفنية اللي الآن نراها، وحتى اللي كانت في الستينات طبعا. قبل أن نكمل، يبدو أن عندك في السماعة أو الميكروفون، بس أعزائي المشاهدين الأخوة في الكنترول تعطونا هذا الفاصل حتى يتم إصلاح الميكروفون. من اللي ورا الميكروفون؟ من اللي ورا الكاميرا؟ إيه بيب، ترى يعني سوري، عفوا، أنتوا تسولفون، ترى ماني قاعدة. لا يا عيوني، لا أسمع، هذرة هني، فمن فضلكم إذا تحجون شوي، لأنه ماني قادرة أركز مع السؤال. أنا بالفعل يعني ما قاعد أسأل، يعني والله قاعد يسألني ولا أنا قاعدة جد ما قاعدة أركز، فالهذرة اللي هني ورا متأسفة أنا بس. لا لا لا، هني الهذرة كانت قدام، فقاعدة أشر لك أستاذ أنا. لا حبيب، لا يا عيوني، لا ماني والله ماني قادر اركز مع الاستاذ محسن. ماشي يعني. شباب ماشي، اوكي. شنو سؤالك الاخير؟ هل تعتقدين بان الدراما الكويتيه تعكس هموم المجتمع الكويتي؟ اوكي هذا اي عمل؟ انا عبد الله. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام، وضيفتنا ونجمه برنامج نجوم بارزه هدى حسين. مثل ما قلت لك قبل شوي، ما دمنا في سياق الحديث عن الدراما وشلون كانت الأسرة الواحدة هي اللي تنجح العمل، هل تعتقدين الآن أن الدراما الكويتية تعكس هموم المجتمع الكويتي، تؤدي رسالتها؟ نعم، هو طبعا ما في شك أنها في هناك بعض الأعمال الجميلة الحلوة واللي تطرح قضايانا بشكل جميل وحلو ونتقبلها احنا كمشاهدين، لكن في بعض يعني اللي أعيبه شوية على بعض الأخوان الكتاب، انه لو كان في هناك موضوع عالجه او عالجه كاتب، نجد ان الكتاب اللي بعده كلهم يسرسلون في هذا الموضوع فما نطلع. يعني مثلا تحدثنا عن المخدرات، لقينا في موجة من الأعمال جاءت عن المخدرات، تكلمنا عن الطلاق، جاءت بعد موجة عن الطلاق. طيب ما في أننا هذا من صالح القضايا، بس التكرار يعني يملل المشاهد. وأحيانا تشوف نفس المواقف، ما في تجديد في الدراما الكويتية عندنا من حيث هذه المواضيع. طبعا أنت بتقول مثلا في الحين كل الأعمال مثلا العربية الأجنبية أيضا فيها هذه القضايا، بس المعالجة بشكل جديد وبشكل جميل وحلو وبشخوص جميلة، فهني تختلف يعني الدراما، يعني أقصد بأشكالها. تقصدين عدم تكرارها بحيث أنها لا تكون المعالجة؟ أول هي مواضيع نحن في المجتمع كلها واحدة، لكن هي قضية المعالجة شلون، قضية طرح القضايا شلون، شخوصك شلون، هي هذه النقطة اللي احنا يمكن نوعا ما انا يعني اعيبها شوية. طيب شو اللي ينقص او ينقص الكتاب، الدراما الكتاب؟ الكتاب طبعا احنا قلة الكتاب نشكم، مع العلم انه احنا عندنا يعني كتاب رائعين وجميلين، ويعني تقدر تتعامل معهم بشكل سلس بالأخذ والعطاء، لكن ما أعرف، ما يبدو أنهم كسولين أو ما في هذيك الحوافز اللي تشجع كتابنا على الكتابة. الآن في إحنا يعني السنة اللي فاتت والسنة اللي إحنا فيها إن شاء الله نأمل من خلال المنتج المنفذ وإتاحة الفرصة للكل أنه يدخل ويعمل، وهذه المنافسة الجميلة، أتصور الآن الكتاب ما عندهم حجة. يعني الآن في مجال أنهم يكتبون، طبعا في مجال أنهم يكتبون، وفي مجال أنهم يتعاونون مع الأخوان المنتجين ويدخلون هذا المجال، ولا نترك الدراما الكويتية. يعني إحنا طول عمرنا كنا متصدرين والدراما الكويتية ولله الحمد والصار، لكن إحنا نطمع في المزيد والأكثر إن شاء الله، والتواصل في النجاح دائما. أكيد. طيب هدى، ما الذي ينجح برأيك، نص قوي وممثلين ضعفاء، أم نص ضعيف وممثلين أقوياء؟ شو اللي ينجح؟ لا لا لا، أنا أتصور اثنينهم مكملين لبعض. يعني أنا ما أقدر أجيب نص حلو وجميل ورائع وكاتبة تعبان فيه ويطرح قضية حلوة وجميلة، وبالتالي أجيب ممثلين ما يقدرون يعني يقومون بأداء الشخصيات بشكل صحيح. فما أتصور، هي معادلة يعني، لازم هذا يكون متساوي مع هذا، نص جميل زائد ممثلين مقتدرين على أداء هذه الشخصيات، وتضع الممثل الصحيح في الدور الصحيح،
والمخرج الجيد الموصل هذا العمل وهذه الشخوص للمشاهدين. فأتصور أن هي العملية مكملين ما في شك عملية متكاملة. أعزائي المشاهدين، مثل ما قالوا لي الإخوان في الكنترول، إذا هو إن شاء الله صحيح، نسعد بهذا الاتصال الهاتفي الذي يأتينا من الفنان من جمهورية مصر الشقيق، الفنان يونس شلبي. أستاذ يونس، أهلا وسهلا. أهلا أهلا يا أستاذ محسن. سعداء بسماع صوتك. أستاذ محسن الله يخليك، أنا يعني دلوقتي يعني في عملت لي مشكلة والله. أول أنا في بروفة دلوقتي، بروفة وشغالين مسؤول المعدة بتاعك متصل عليا من تلت ساعة، أنا على الخط، المخرج من ناحية عمال يشد علينا وعمال يا أستاذ يونس وقال كلام كده يعني، والله كانت هتوصل خناقة والله، بس لولا الكويت وأنا أنا يعني شعب الكويت أنا بحب ال الله يخليك استاذ يونس. قول له الله يخليك، اي برنامج بعد كده له ولا الغيري ولا اي ما يعني يبقى فيه التزام بالمواعيد شويه ويبقى فيه يعني نخش في الموضوع على طول. الله يسلمك استاذ يونس، انت مثل ما يقولون الاخوان في مصر انت خشيت فينا شمال شويه. انا لا والله انا بس بلوم على المعد والله. لا انا اتعذر لك، لان كان عندنا بس خلل فني في الميكروفون الهدى حسين، فاضطرينا للتوقف البسيط هذا، لذلك اقدم لك اعتذاري. مخرجة هدى حسين عندكم برضو ولا ايه ولا مين اللي؟ الفنانة هدى حسين. عفوا انا ماني مخرجة اولا. إيه؟ انا ماني مخرجة. الفنانة هدى حسين. اي يعني اذا تحب. المطربة هدى حسين الجميلة. يا سلام يا انا ذكرت حلوة والله. لا عفوا ماني مطربة. الله هي فوزير ولا ايه بقى يا جماعة؟ لا طيب. انا هدى حسين الممثلة. ايوه. ممثلة مسرح الطفل والحاجات هي هدى مش فاكراني بقى ولا ايه بقى ولا ها؟ الحمد لله ان انت افتكرت. لا ده هي بقى اللي مش فاكراني، ده انا هفكرها بموقف بقى ايام ما كنت في الكويت في مسرحيه عندكم. ها ايوه. كان الدور ده معروض عليك البطوله وانت رفضتي وانت اخذت مني. لا انت رفضتي. ايه عفوا شنو هو؟ انت رفضتي الدور عائله بعبول ولا ايه؟ بعبود؟ ايه عائله بعبود وهدى حسين اتعرض. انا فاكر هدى كويس قوي على فكره، وقالوا هي هتقوم معاك بالبطولة واختلفت اختلاف عفوا يعني مادي. فأنا استغربت يا جماعة، أنا جيت هنا يعني كان المفروض يبقى البطلة اللي قدامي هتبقى موجودة و ايه فاكرة الكلام ده ولا هو الدور مش عاجبك؟ لا عفوا أصلح لك معلومة. مو أنا يمكن ما كانت يعني قالوا هدى أنا فاكر الاسم ده. أنت يمكن أنت زيك الأول والصيف عامل معاكوا إيه هنا في الكويت؟ ايه عفوا بس خليني أرد على كلامك اللي قلته لي. تفضلي هدى تفضلي. اولا انا عفوا يعني انا شاهدك من خلال التلفزيون استاذ يونس، انا ما شفتك بالكويت، هذه اول شيء، بس عفوا تصلح معلومه لا اكثر ولا اقل. أيوة. بعدين ما في عمل جمعنا بعبود عائله بعبود. بعبود عفوا ما عندي يعني عمل يجمعني. أيوة. معك بعبود. قالوا المخرج اللي كان معايا ايام قال لي الفنانه هدى حسين و واختلفنا ماديا؟ لا انا هم قالوا كده انا ما اعرفش. انت عارفه الاشاعات اللي بتبقى في الجرايد واللي بتبقى بين الممثلين وبعضيها. انا لم اقرا هذه الاشاعات. الفنان يا جماعه الفنان حقل يعني حقل للاشاعات. حقل الغاب. عفوا انا ما قريت اولا هذا. حقل الغصب للاشاعات يعني الناس هي ما مين يعني لما يقول على انسان عادي، لكن لما يكون انسان مشهور وممثل ولا فنان ما بيصدق الناس. كلامك صحيح بس انا صح بس انا لم التقي فيك استاذ. انا يا ستة انا اتشرف بقى ان انا التقي فيك. لا شرف لي. استاذ يونس عفوا اختي هدى، انت استاذ يونس من اول ما دخلت علينا انت خشيت شمال وبعدين اخذتنا. انا بقى هجيب لكم اللي دخل شمال اهو، دخل شمال عليا اهو الاستاذ وحيد سيف معايا في نفس المسرحيه وبنعمل بروفه سوا. استاذ وحيد سيف اذا كويس والله وانا بهدلت الدنيا باين عليا كده اصلح الموضوع كده ولا اعمل ايه. يونس ده انت مبهدل الدنيا يونس في كل حته في الدنيا. استاذ وحيد الو. يا اهلا وسهلا. بجد الكويت. اهلا وسهلا استاذ وحيد، اخوك عبد المحسن معاك. اهلا اهلا يا محسن، افتكرتك يا محسن يا شاهي بتاع الجيت سكي. فاكر انا فاكر الجيت سكي يا نهار ابيض يا محسن. احنا على الهواء مباشره الان استاذ وحيد سيف. اهلا انا عفوا انا بحسب برنامج يعني مذاع على الهواء مباشره برنامج. نعم استاذي. ويونس بقى بهدل الدنيا اكيد. والله يخش فينا شمال لا عفوا هو لا استاذ وحيد هو ما يعني. مين الضيفه الكريمه؟ هدى حسين. اهلا 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 ممثله من الكويت هدى حسين. اهلا يا هدى حسين. أهلا. فاكرك وعلى فكره انتم مقصرين باعمالكم في مهرجان الاغنيه العربيه ومهرجان المسرح ومهرجان الكويت مش عارف مالها
مالها الكويت ما بتشاركش ليه في الحاجات الجميله دي؟ لا بال... والناس الحلوه دي بتيجي شغل جميل قوي. بالعكس، الكويت سباقه من خلال فنانينها ومطربينها واساتذتها ومبدعينها متواجده في كل المهرجانات. ايوه هدى حسين، وشفت لك مسلسل جميل قوي في رمضان. على فكره انا متابع جيد للحاجات الجميله الخليجيه بالذات، طلب وفن وحاجه ما شاء الله عليها. المسلسل مرسي قدر المحتوم، لا ولا انا غلطان؟ لا عفوا، لا 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 لا، من يقتل الاحلام؟ من يقتل الاحلام؟ ايوه يا يونس ابعد عني، ده انت فظيع يا راجل. يا مين على خط ولا انت متهرج يا والله العظيم؟ ايوه استاذ محسن. استاذ وحيد، من خلال يعني كانت لك مشاركه اخيره في الكويت ومسرحيه ربح مليون. ايوه ربح مليون، بس نعم. برضو ما كملتش عشان خاطر يعني ظروف برضو صحيه لاحد الفنانين. لا زين، عفوا خليني اسالك انا استاذ. اتفضلي اتفضلي يا هدى. ربح المليون هل عشان الفنانين ولا ماديا اختلفتوا؟ انا يا هدى ده انا بالذات ببقى طالع عارف راسي من رجليا في اي عمل بدخله، متفق كويس قوي انا دوري ايه، وضعي المادي ايه، عشان عندي ضرايب. انتوا ما عندكوش ضرايب عندكم؟ انا عندي ضرايب بتسالني يا هدى. وبعدين ده نظام قر بقى ولا ايه؟ لا هو سؤال وجهته الفنانه لك يعني. لا ابدا، لانه انا يعني من شوي ما زال الى الان في ذهني العفو يعني كلمة الأستاذ يونس شلبي ضايقتني، أنه يعني كان في عمل واختلفت ماديا وأنا لم أشاهد يعني واحد لازم يكون صادق. أنا هدى مش عيب من أنك تختلف ماديا، مواش عيب. لا طبعا مو عيب، لا 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 لا، كورة بيتفق بالدقيقة. بس لو يكون فعلا الموقف حصل، عفوا لا أنا ما أقصد أنه يعني من حقك هي عرض وطلب، أيضا إحنا فنانين لكم مكانتكم ونجوميتكم، بالعكس أنا أقدرها جدا. يا هدى تجيب علي أنا الكلام ده؟ حرام عليك يا شيخ. لا 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 لا، أخلصه منك في مصر والله العظيم. أشوفك بس أشوفك، وأنا عارف الكلام ده أنك نازلة مصر قريب أنت والعائلة الكريمة. هذه مغالطة ثانية. لا مو نازلة. انت والعائلة الكريمة وفي جروب نازل من فنانين وهتقوموا بعض المشاهد. تستضيفنا على حسابك يعني؟ والله العظيم على الهواء مباشرة بقول لك لا. انا ما يهمنيش. أمون سعيدة بسماع صوتكم، شكرا لكم. يا رب تسلمي والله. نتعرف على اذا نستثمر هذا اللقاء استاذ وحيد واحنا على مباشرة، نتعرف على اسم هذا العمل اللي قاعد تسوي له بروفات الان. انا وانت في الهواء سوا. اسم المسرحية أنا وأنت للصيف إن شاء الله. أيوة للصيف طبعا، أنا وأنت في الهواء يعني حاجة. لا. في الشتاء محسن ناخد برد ولا إيه؟ إن شاء الله. شكرا للأستاذ وحيد سيف. وبعدين عفوا بس يونس يتأسف للفنانة الجميلة. لا 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 عفوا، لا لا لا. أيوة يا أستاذة هدى. أيوة صدقيني أنتوا طبعا جيتوا في مواعيد كده، مش عارف أنا يعني انا لبس عليا الامر بصراحه. بالعكس لا سعيد. وانا يا ستي ما فيش، احنا اخوات طبعا وفنانين واولاد خشبه مسرح واولاد كاميرا، ويعني كلنا الفن بيجمعنا وتحت مظله واحده، وكل عام وانتم بخير والكويت كلها منوره ان شاء الله. خير، شكرا لك، شكرا على اتصالكم. واهلا وسهلا ويا رب ما شكرا شكرا استاذ يونس. لا بالعكس سعيده، بس يعني انت مصر على الموقف انه احنا التقينا وانه يعني كان في عمل وانه بس هذه يعني. لا بس برضو انا من ضمن اخبارك فعلا يعني في واحده بتترصدك في كل اعمالك. يعني سواء يعني بتجيلك المسرح دايما، ما قالوا انها طبعا تبع الفنانه هدى، ويعني يعني في بعض الفنانين. انا اقول لك على حاجه، هو طبعا دي اشاعه وانا متاكد ان اتقالت عليا واتقالت على غيري واتقالت على كل واحد بيلمع شويه كده او عمل نجح، بيقولوا مثلا جايب له ستاف كام عشان يسقف له قدام المسرح ويعمل له فيه ويعمل له سكسي كده قدام الناس. مش بيحصل. انا الكلام ده الاشاعات ما نخلص منها. والله بس يعني لا ما تخلص من هالاشاعات يعني دايما بس الناجح ناجح يعني. الله يبارك ان شاء الله دايما ناجح. و شكرا لك. الله يخليك. مع السلامه يا جماعه. احنا المشكله الان حتى الان استاذ يونس شلبي من قلت الو لغايه الان النهايه حتى جمله مفيده واحده ما. الله ده انت بقى عايش لسه في المسرحيه ما هو صحيح هذا هو جماله جماله في تقطيع لهذه الجمل. انت جمالك والله يا هدى في يعني منوره الشاشه. الله يخليك يا رب. اكيد يعني ان شاء الله. وانا يهمني جدا انا اقول رايي في الفنان الكويتي. الفنان الكويتي هل تجراك اني انا شيك انت تقول مو في المسرح؟ طبعا انا بقول لك يعني شوفي طالما كلمه كويتي حطي بقى تحتها 100 خط و100 موضه و100 حاجات. الله يحفظك يا